اكثر شيء بيفيد مرضى التهاب الاعصاب نبات اسمه المرداوش، ونبات عندي اياه كمان اسمه عندي اياها النعناع. هاي المواد مسكنه رائعه للاعصاب، خاصه للناس اللي بتتناول مسكنات بشكل عالي. اللي بيفيد الاعصاب كمان مرق العظم يا جماعه، هاي الماده بترمم هذا الطبقه البيضاء للاعصاب للناس اللي عندها التهابات اعصاب. تكتر عندي اياها من مرق اللحم، هذا المرق اللحم مرق العظم اللي بدنا نقول فيه. والنقطه الثانيه بنقول الشغله اللي بيهمني امرها ماده المرداوش وماده النعناع، كثير رائعه اذا فاتت لاعشابها واكلها. الناس اللي عندها تساقط شعر، اللي عندها تساقط شعر بفتره رمضان كثير بيفيد الميرميه عندي اياها وبخ الميرميه بهالفترات هي. الناس اللي عندها مشاكل بالنسبه لنا النقرس حمض البول، يا جماعه اللي عندهم حمض البول كثير بفيدهم وضع الياسمين الابيض هذا بالشاي تبعهم، هذا بنقي الدم وبفيدهم كمان الرمان. هلا هاي الامور هي كلياتها عم حاول شيء بسيط عندي اياه، لاني انا بدي اطلع من شهر رمضان الفضيل بشهر معافى باذن الله تعالى. ما حنغفل ساعة المشي بفترات النهار، التنفس العميق. الناس اللي عندها مشاكل كولون عصبي لا تنسى التنفس الراجع اللي هو بخرج الزفير قد ما فيني وبرجع بسحب الشهيق ترجع توازن، حركة دودية للأمعاء.